انا اشوف عبد الحميد محمد احمد الخطيب مدرس فلسفه الازهر الشريف ماجستير في دراسات التنميه الاجتماعيه. حضرتك عايز تعرفي ايه راينا في المجلس النواب القادم. احنا نتمنى وعايزين كفاءات وناس عندها دراسات عليا وابحاث علميه في تطوير المجتمع. احنا مش عايزين ناس تيجي تخش كده اهوت للمصلحه الشخصيه. فاحنا بنتمنى الناس تبرز كفاءتها على اساس انها تطور المجتمع، انما ناس هتيجي تدور على مصلحتها الشخصيه فده كل ده مش هيديني. مستقله ولا انا مستقل؟ انا مستقل. دايره ايه؟ الازهر الشريف. دايره ايه؟ انا دايره الحرم. يعني طب مين اللي قال لحضرتك يعني حضرتك اترشحت ليه؟ او ايه السبب اللي حضرتك مترشح عشانه؟ طبعا طبعا المواطنه حقوق المواطن المشاركه في العمليه السياسيه الترشيح او يطلب صوته في الانتخابات. فانا عندي دراسات في التنميه الاجتماعيه، تنميه بشريه، تنميه مستديمه، فانا لازم اقدمها للمجتمع في ظروف المجتمع على مترديه. فلازم نرفع من مستوى المجتمع بتاعنا ونجتهد عشان نطور مجتمعنا. زي ما ماليزيا وسنغافوره عملت دراسات لتطوير المجتمع، احنا برضه عندنا في مصر هنطور برضه مجتمعنا ان شاء الله.